السلام عليكم شباب، اخباركم؟ تحياتي جاست فوركاست. ناخد سريعا، وانت بتشتري من اي محل او بتشتري من موقع اونلاين، ايه الفرق بين الجيج السلو والفرق بين الجيج الفاست، او ازاي تميز ما بينهم؟ نبدا بالجيج الفاست. الجيج الفاست الجنبين بيكونوا زي بعض، يعني في سيمترية في الوزن، نفس الوزن اللي محطوط في الجنب اليمين هو نفس الوزن اللي محطوط في الجنب اليسار، مفيش اي اختلاف بين الجيج يمين يسار، نفس الشيء. طيب الجيج السلو، الجيج السلو بتلاقي فيه اختلاف، هنا جنب فيه بروز، فيه ارتفاع او فيه وزن زياده بمعنى صح، الجنب التاني بتلاقيه مسطح، يعني مفيهوش اي وزن او وزن اقل من الوزن بتاع الجنب التاني، ده بيكون جيج سلو، ده بيكون جيج سلو. ايه الفرق في الاكشن سريعا؟ الاكشن بتاع الجيج السلو بيكون هو نازل الجيج وهو نازل في البحر، هو ده الاكشن اللي بيعمله الجيج السلو اوتوماتيك، انت بتسيب الجيج تعمل ريليز للجيج، الجيج بينزل على نفس الوزن الاتقل، الجزء الاتقل في الجنب الاتقل بينزل كده، ده الاكشن بتاعه. يفضل لو عندك عمق او بتصيب من طراب بتحط 2 اسيست هوك فوق تحت، لان السمك بيضرب على راس الجيج اللي هو الطعم بتاعك، فهو ما بيكونش عارف يحدد ايه الراس بسبب الاكشن بتاعه اللي هو كده، فممكن تحط 2 اسيست، واحد فوق واحد تحت، او لو ما عندكش عمق او بتصطاد من الشاطئ ممكن تحط دبل اسيست دبل اسيست. ده بالنسبه للجيج السلو. الجيج الفاست اكشن لو سبته ينزل زي السلو مش هيعمل اي حاجه، هينزل زي القلم في الميه كده، مفيش اي اكشن. الاكشن بتاعه فين؟ الاكشن بتاعه في التويتشات بتاعتك، التويتشات بتاعتك بتخلي الجيج يطلع كده 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 كده، لكن في النزله ولا اي حاجه. تمام، غالبا هتلاحظ ان الجيجات الفاست او الريجولر بيكون ضرب السمك عليك اللي هو الاسترايك بيكون وانت بتعمل تويتشات، الجيجات السلو ضرب السمك الاسترايك بتاعها بيكون وانت نازل وانت سايب الجيج ينزل وتيجي تعمل تويتش تلاقي السمكة موجودة معاك. تحياتي جاست فوركاست.